كلمه من معنى انا لله وانا اليه راجعون. اكيد ان يعني نعزي كل الزملاء الصحفيين ونعزي الاسره الصغيره والكبيره لمحمد بوعبيد. و يعني كانت هذه محاوله هدف ديال فائده الدفاع الحسني الجديدي احمد شاكو يسجل هدف لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي من تسجيل. لاحظوا رده فعل ديال احمد العجلاني. مهدي قرناص يمرر كانت من الزاويه واحمد شاكو في المكان المناسب. لاحظوا مهدي قرناص تم تحويل الكره من طرف اللاعب يوسف اقردوب واحمد شاكو في المكان المناسب يسجل الهدف الاول لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي. لاحظوا مره اخرى من زاويه اخرى. لاحظوا كره واش تجاوزت الخط.